وكما ذكرت لكم الخمر محرمة أيضا بالإجماع، الإجماع منعقد على حرمة الخمر، والخمر محرمة في جميع الشرائع السماوية، والفطر السليمة الصحيحة تأبى أيضا الخمر، وذلك لأن الخمر كل ما خامر أو ما خامر العقل وغطاه، والحفاظ على العقل من أهم مقاصد الخلق، من أهم مقاصد الخلق، ولأجل هذا نجد شرب الخمر يضر بمقاصد الخلق الخمس: الدين فهو مضاد للدين مخالف لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، العقل فإن الخمر تخامر العقل وتغطي العقل حتى يستوي المخمور مع البهيمة فلا يعرف، فلا يفرق بين التمرة ولا بين البعرة، لا يفرق بين التمرة ولا بين البعرة، ولا يفرق بين من تحله من النساء ومن تحرم عليه. لماذا؟ لأن مناط التكليف قد ذهب. الثالث الأموال، فالخمر يشترى بالمال، ولذلك فيه إتلاف لهذه الأموال. كذلك فيما يتعلق بالعرض، العرض، ومثل ما ذكرت قبل قليل أن شارب الخمر حينما تلعب الخمر بعقله قد يعتدي على محارمه، وكم من الحوادث في القديم والحديث حصل اعتداء على المحارم، ما يدري، ما يفرق بين أمه وزوجته. الأمر الآخر النفس، والخمر سبب من أسباب تليف الكبد، وسبب من أسباب جملة من الأمراض. حتى ذكر لي بعض الفضلاء من قريب قال: تبين لنا بأن شرب الخمر أشد من المخدرات مع خطورة المخدرات، وهي طريق إلى جملة من المصائب والبلايا. وكذلك الخمر حينما تلعب، ربما تلعب بالعقل، الإنسان قد يسب الله عز وجل، قد يكفر بالله ويكفر بالنبي ويسب النبي، سب القرآن، قد يمتهن القرآن، وقد يقول الزور. ولذلك في الحديث الصحيح حمزة رضي الله عنه قبل أن ينزل تحريم الخمر، تعرفون بأن الخمر نزل بالتدرج، بالتدرج في أربعة مراحل، فكان الصحابة يتعاطون الخمر، يعاقرون الخمرة لأنه ما نزل تحريم. تعرفون القصة، قصة علي لما كان له شارف ناقة يريد أن يقدمها في زواجه، في لما عقد على فاطمة، فقام حمزة رضي الله عنه وقد كان عنده جارية تغني: ألا يا حمزة لا الشرف النواء إلى آخره، فقام إلى هذه الناقة المعقولة فجب أسنمتها وبقر بطونها. يقول علي: فلما رأيت المنظر ما ملكت عيني، ما ملكت عيني، يعني بكى رضي الله عنه، لأن هذه رأس ماله جمعها بعد جهد جهيد وتعب. يقول: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة يلومه وإذا الخمر قد لعبت به، فقال حمزة يقول للنساء: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة إلى الخلف، عرف بأن حمزة ما يملك عقله. فالمقصود بأن شارب الخمر لا يملك نفسه، شارب الخمر قد يسب الله، يسب الدين، يشتم النبي، سب القرآن، سب والديه. ولذلك الخمر هذه خبيثة، حتى يروى في إسناد، في تكلم على عن عثمان أن الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، وصدق رضي الله عنه، فهي مفتاح الجرائر والجرائم، ومفتاح البلاء، مفتاح الإجرام، وهي طريق والعياذ بالله إلى مصائب.